السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. زوجة قائد محارب بالصحراء تتسبب في حرج كبير لزوجها رياض محرز أمام يعني وحرج كبير لمحرز والمشرف تاعكم يعني والجمهور الجزائري. يعني قائد الخوض سيتأخر عن التحاق بمعسكر اليوم نبداو مكاش جا الى جا ما نعرف واحد ما يقيس على رقبته الى جا والله ما نبنى. هذه هي اين هي الصرامة؟ انا نقول لكم اين هي الصرامة؟ وين هي الصرامة؟ ما يدخل كان عندنا 2000 تربص تاع تربص ماتش ماتش باراج تربص ماتش باراج كونت بوركينا فاسو 2013 كان عندنا تربص كان في غولي طياره كان عندنا كنا نقولوا في غولي ذاك الوقت باك تعقلوا عليها كان في غولي وابراهيمي كانوا زعما هذو طيارات وهذو اهلنا لكاس العالم هذو لعبوا اهلنا لكاس العالم ويعني داروا تاريخ باك تعقلوا عليها في غولي كان مريض من فمه بغا يدير روطار همالا منع 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 من عند فايد منع منع كان غادي يطرده لولا تدخل منع منع كان شتي لا منع كاش قالو ادخل اروح هنا كاين طبيب هنا يفوت لك على فمك بغيت ترد فمك ولا بغيت تقلع فمك ولا كاين طبيب راني نهدر الناس اللي كانوا يتبعوا لي كيما ماشي ضرب تاع 2019 راني نهضر على المناصرين تاع 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 الصح ماشي مناصرين تاع دروك ماشي هادو مش راني نهضر على هادو هادو خلينا منهم هادو جماعة الماتش يتعاود هادو هادو تقول لهم تقول لهم تقول لهم سايك حنا دينا كوب دي موند يأمنوا هادو 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 كنت تقول لهم دينا كوب دي موند يأمنوا مانيش نهضر على هادو أنايا هادو لي سيبورتير تاع دروك لو كان تقول لهم دينا كوب دي موند يأمنوا هادو لي تبعوا تبعوا كوافير تبعوا مخنث ومشاكرة يعني كنت تقول لهم كنت تقول لهم تقول لهم عاجل كأس العالم منحوها للجزائر تاع قلعوها قلعوها للأرجنتين وعطاوها للجزائر يأمنوك يأمنوا ويكما صوت يأمنوا نورمال عادي خويا هذه هي ويقرر اللعاب الدولي الجزائري رياض محرز إقامة حفل زوج زواجه يوم يوم على اليوم أي في يوم أول من معسكر المنتخب الوطني الجزائري الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن غيابه غير المعلن عن هذا عن هذا المعسكر وعن وعلى رغم من عدم إعلان عن وضعية ومستجدات محرز الشخصية من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو من الناطق الرسمي عنه إلى أن وإن هذه التطورات توحي بأن محرز قد يغيب ولو عن جزء من معسكر محاربي الصحراء والذي تنتظر مواجهة أمام تنزانيا يوم الخميس المقبل ثم أمام السنغال بعد 5 أيام من ذلك وقد أعلن عن موعد زواج محرز وشركته تيلور في منشور يعني لها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام مساء أمس الأحد يعني وين الناس جست على هذا الأمر يعني اتحادية مدرب الناس قاعد جالسين انا لكم نقولها لكم ونعاود لكم لو كان لو كان هذا محرز هذا محرز محرز هذا لو كان من انجليزي يهود السنغال يلعب تيتيلر ما يدير لا تربص لا والو يهود يلعب تيتيلر نورمال عادي نورمال عادي شكون بيقولوا لا ما تلعبش قعدتش على بالكم في المنتخب الوطني كل واحد قال براب على واحد بيناتهم جروب من المدرب وروح كاع قاضبين لي بريب على بعضهم بعض هذه هي كاع متهمين سورتو متولي في لي بريم تاع الكوب دافريك تاع دو تاع 2022 كاميرون وين اجتمع وين نيكوسا المدرب مع قائد الفريق هو هو محرز مع فيغولي ومع سليماني هو بن عمري استغفر الله هذو خمسه وين يقوصوا وداو 62 مليار
نعقل لهم ليها كاليفيكاسيون اللي فاتت اللي ما عقلتش، كنت تقول هذوك تقول لهم عام لعبتو ما على بالهمش، المهم يقول لك 35 مباراه عام لعبت، يقول لك 35 مباراه لعبنا مع زيمبابوي مع زومبيا مع بورتسوانا، داو سني هذه باش الكاليفو 62 مليار، وجينا وخرجنا خرجة البعير، يعني خرجنا خرجة البعير نورمال خويا. وين اثر وين وزيد ماشي سمعناها من الاتحاديه ولا سمعناها، لا هي نورمالمون كل مدرب لحد يا مسكو دار ندوه صحفيه تاعو وقال لهم يا ولدي نعطيكم معلومه محرز ما غاديش يحضر، هي اكتشفناها عند مرت محرز. موعد زواج جديد اثر جدال كبير لدى الجماهير الجزائريه، يعني ما كان لا موعد معدم. واثر موعد زواج محرز كثيرا من الجدال في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وانه قد تم تحجج به عندما غاب عن معسكر المنتخب الوطني الجزائري قبل نهائي كاس امم افريقيا بالكاميرون مطلع عام 2022، حيث برر غيابه بانه كان مرتبط بحفل زواجه من واراد يعني ورد بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة. ويأتي تأخر التحاق محرز بمعسكر الخوذ دون سابق إنذار ليزيد من مشكلة كبيرة التي يعرفها هذا التربص والتخبط الذي وقع فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعدما قرر نقل التربص خارج الجزائر قبل أن يعدل عن ذلك بتدخل من أعلى سلطة الوصية والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، كما أن هذا المعسكر عرف انتقادات واسعة لقائمة اللاعبين الذين استدعاهم هذا المشرف، والتي عرفت عودة مفاجئة للمخضرم سفيان فيغولي بالإضافة إلى متوسط الميدان آدم زرقان والظهير أيمن يعني هذا يوسف عطال. هذه هي الناس اللي كانوا يشوفوا باللي راهي هاملة، راهي هاملة، أنا نقولها لكم. هذه هي أي هاملة ليش يا خويا، هذه حقيقة أنا نقول لكم فيها. هذا واحد يتزوج واحد يتزوج واحد بعد في نهار تاع تربص تزوجوا، هذه كون جا اونترينر وخد اخر جا ماجر يا ودي الحولي يديروا له عليه صح، ما يجيبوش يهضروا مساكين، ما يجيبوش هم لاهين مع الانتخابات ما يجيبوش يهضروا، والله لا نستعرف بك يا تيلور تاع حكمي والو، ها طلقيه 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 غدوة ان شاء الله ولا ما غدا طلقيه يديا في طول الهيصر يكتب يقول لك المدرب يهدد كيسموه يهدد محرزه المشرف تاعكم، في طول انتوما تهضروا عليه تقولوا يهدد محرز كون ما دخلش اليوم كان غادي يطرده، كون درتوها كيما ديروها كيما هاك ديروها كيما هاك، اكدوا هذه تساعدكم، هذه غادي تساعدكم غادي تعطيكم كوتما شباب كاع زعما كون تهضروها زعما بلي يا ودي يا كيما هاك تنجمو تكتبوها هذه زعما تنجمو ديروها يمكن باش تساعدكم تساعدكم المساعد تاع كي يسموه هذاك المشرف تاعكم باش تساعدكم هذه هذه مساعدة تساعدو الطايح، هذه هي تنجمو ديروها زعما تساعدكم هذه تساعدكم نورمال تبان لي أنايا زعما كون ديروها بلي ودي المدرب يحذر محرز بعدم بغياب ولا الله ما يهدر معاك كاع هاكاش كاع والو هاكم غالطين اجمع.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا ربي.